لما كلمنا علي زين نجم برشلونة ومنتخب مصر لكرة اليد علشان يعمل انترفيو في الجول، خدناه فوت جينكس وحطناه في اختبارات متنوعة، والمفاجأة ان النتائج جات مبهرة تماما، مش بس في كرة اليد ده في كرة القدم كمان. اول لعبة كان الروبو كيبر، ومن الواضح اننا اكتشفنا لمصر لاعب كرة قدم موهوب جدا. طب ما تيجوا نشوف. يا ابني